بدي يتسبوا معايا بضلاي عندي معهم حسابات. قلت ما غنبقى نطلع حتى شي واحد معايا في اللايف. سيت قرص صيفط عليا ميساج قد هكا غنسكرينيكم كلشي انا وشنو هو انا مطلع بوحدو. حتى هو مصيفط لي دوموند وما طلعتوش بوحدو اقسم بالله غاب بوحدو. ودابا طالع في اللايف كيقول لهم القاعده هي الفعله التركه. انا عطيتك شويه ديال البوز دابا حتى شي وقلي كتقلب عليه، ولكن الملالي ما تبقايش جبني على فمك. عرفتي علاش؟ حيت انا ما توصلش ليا. كتقول انا درت البوز ما درتش البوز وفاند كونت انا راه شويه اون 5 اني ميديسين جينيرال. هادشي راه خضر على الطعام، ما كنصب على دريات ما كنختص بدريات، ما جراو عليا من الخدمه. فهمتي؟ فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يعني انا السوشيال ميديا طلقه تصرح داكشي اش ما تصرتش شحال من واحد هنايا. مي ابار سا بون هاد لي فو كونت اللي مصيفطهم لو بيرفير نارسيسيك طق طق اوكي. دونك انا ما اختص بدريات ما نصب على دريات في الفلوس في البينغا ما حتى شي حاجه. غتزيد جبدني على فمك راك ما عارفش راسك مع متحطيتي. راه غنجيب لك دواسك والخوخ ديال الخوخ اللي غيخليك ديزاكتيفي الانستغرام وما تبقاش تبان عند الناس. تكمش لبدها فاش كيكون عندك البالماريسك كتلبدها. طالع اخويا اصحاب ديك سلافي سلا سان كوسكوس القايده القايده انا هبل 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 اخي انا حط لي سكرين دابا ما كنتش كنعرفك اصلا. جاي كتقولي طلعيني معاك في اللايف طلعيني معاك في اللايف نطلع معاك. البارح باش تعرف عيبك بان بوحدك مقروس. البارح طراو المشاكل قلت ما نبقى نطلع معايا حتى شي واحد في اللايف. انت خرجتي من رونتك انا والقايده مالك اخويا ياك. الله البارح طلعت معاك في اللايف وهاني وكبرت لك الشان وطلعت معاك مع شي سبعه ديال الصباح والناس حاضرين. ياك مزغتي شويه تزادوا لك شويه ديال زابوني بالحس الكابا مع الروابا كتصالح مع الروابا كتل... هنا 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 راك في المغرب ما تلعبش معايا هاد اللعب حيت راه ما تقدش عليه. ابار السوشيال ميديا ما كنهضرش معاك في السوشيال ميديا كنهضر معاك في الحياه الواقعيه وراك عارف راسك اش داير في الحياه الواقعيه. دوك بلا ما نزيد نزبلها لك حيت اللي فيك كافيك. وانا كنعرف شي حد فاش كيكون اللي فيه كافيه ما كيطلعش يخرج عينيه في البوبليك. كيسحاب ليك انا غنبقى انا ما هضرتش معاك من البارح طلعتي وكراشيتيني في ستوريات وجاوبتك لا حيت ما كنبغيش نهبط لواحد النيفو اللي هو مسكين. مي بارفوا il faut prendre l'ascenseur et descendre le sous-sol وتعطي القصح وتعاود طلع. هادشي اللي كنعطيك راك عارف النصب والاحتيال اللي دايرو وراك عارف علاش ما بقيتيش خدام وراك عارف شحال من حاجه غتجيد تجبدني على يديك. راك عارف شكون غيدق لك في باب دارك القانون حيت باش تجي تبقى تسب فيا وانتي وانتي. انا راه سانكيام اني ميديسين جينيرال انا راه السوشيال ميديا ما كنصب فيه على دريات على قد كنلعب ليهم على المخيخ ديالهم ما كندخل فلوس من هاد الشيء. داكشي علاش الحمد لله صورتي معايا بعد الله باقا مزيانه. دونك اريت دو فير لو هبالا هبالا باسكو لا في سي با ان كوسكوس. باسكو سي عتعاود جبدني على فمك انا ما نبقاش نكلاشيك بالطرولات وندير عليك الفيديو لا 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 لا. انا اول حاجه القانون ثاني حاجه غنحط لك داكشي باش الناس يعرفوك على حقيقتك. دوك قايده ماشي قايده سيسول عليا انا بنت شكون وشكون وفراس مالي شنو وعاد اجي حل فمك. راك غلطتي وراك كيف ما كنقولوا زغتي وطغيتي. انت طمعتي بزاف علاش؟ حيت طلعتي على ظهر الناس فين ما كان شي راه كرقاك فيه داخل خاشيك رموسك باغي لي زابوني صحه. واش تي كوا فريمون كو عندك شي ابوني كيسحب راسك عندك تيم مسكين مسخوط والله الا مينيو. شوف انا الناس شويه غالطين فيا شوي ان في ايسو دو بون فامي شوي تري كلين. داكشي اش ما جاوبتكش درتي عليا ستوريات الصباح وصلهم ليا الناس باغيين الفراجه قلت لا ما نهبطش على المستوى. ولكن باش دير عليا لايف وطلع عليا لي زابوني ايكوت فاش كتكون داير النصب والاحتيال وكتكون داير الاختصاب وجراو عليك من الخدمه على هذا الشيء بلا ما تبقى طغى وتطلع ودير فيها الرجوله وانا كاين. حيت السوشيال ميديا اوكي درتي شويه بلايصك بالحس الكابا كتطلع مع رابر هنا تسقاد هذا وانت ها مخلويد
انت كتبغي غير الفرقه الرابحه، انت الراجل سبيتيها فاش كبر عليك الماتش، قلتي لهم احكا انا سمحوا لي الرجاء راه يشدوك يدفنوك وانت باقي حي باقي مبلق عينيك، شتي الماتش كبر عليك وانت تقول لهم احكا. اسمع اخي انت ما بوليتي ما بيكالا، راك عارف علاش داروك اورجو، غتزيد تهضر انت اللي ما عارفش هي انك واخا سوبريميتي لي كونفرساسيون معايا في انستغرام انا سكرينيتهم غنحطهم بوست انستغرام باش الناس يعرفوك شحال لحاس الكابا وشحال عزيز عليك البوز، وكتموت على البوز داك السيد كيموت على لي زابوني، يبقى يطغى عليكم يقول لكم اخوتي انا معاكم رجوله وانتم اخوتي، ترى ناصب على الدريات في الفلوس صحاح، ترى مختص بدريات انت داكشي اللي عنده معاه في الحياه الواقعيه، اش مابقاش خدام في نظركم؟ اجا مابقاش خدام غتزيد تجبدني على سميتك، سميتي انا غتجبد عندك في اللايف، اقسم بالله العلي العظيم راك ما عارفش راسك مع من لعب، انا ما غنهضرش معاك في اللايف، صحابك انا بحالك مقلقه غنبقى نطلع نجاوب معاك في اللايفات، ما عندي ما يدير في حياتي، انا دابا عطيتك شويه الوقت حيت طغيتي ما تدخل لو بوين سور ليزي، بغيت نردك شويه لبلايصك باش تفيق اشك تفروحتي، فيق معانا اخويا وقف عند حدك حيت لما وقفتيش عند حدك القانون غيوقف كان حدك، وانا غنخليك في هاد انستغرام تمرقن ما تبقاش تدخل، ما غتبقاش عندك الوجه باش تطلع لايف، حيت تقدر تقول عليا انا كنلبس كندير كنفعل كنترك، انا سوقي في الاخر داير علاش نرجع، ما كنصبش على الدراري ما كنصبش على الدريات وما كنختصبش الدراري والدريات، انت اش كدير تخرج العينين وكدير راسك راك واصل انا راه كاين، سمح لي يا خويا ماشي خويا سمح لي يا فلان، حيت راه بزاف عليك تكون خويا، انا شوي تري ديريكت اي جو سوي تري ابستريت، لو فات انك طلع درتي عليا ستوري ما هضرناش قلنا خليه مسكين باغي يدير شويه البوز حيت انت عزيز عليك الفيوز، ولكن باش تطلع دير عليا لايف تقول القايده على القرده، سير شوف شكون رباوك حيت كون رباك مزيان ما غاديش تكون في هذا الشيء اللي وصلت عليه دابا، ما تخلينيش تجبد لك البالماريس حيتك ما عارف صاشك مع من تحطيتي، انا وقيلا غنطو فيا يمكن هنايا في انستغرام حيت مع انا من نوع لي هاد الوقيته عندي امتحانات وممسالياش البوزبال كنسحب لهم انا كيليميني غنطلع ندن بكي ليهم نقول لهم او مون ديو او ماي جاد، انا راه حط لك بلاناتك اكثر من اي واحد، علاش حيت ما كان ديما كنربح من هاد السوشيال ميديا، انا كنطلع كنضحك مع ولاد الناس مع ولاد الشعب، ما عنديش مع النفاق والدراري اللي كيديروا فيها ولاد الشعب واكبر نصابه واكبر ولاد الحرام، داك السيد اخوتي بعيد على داك الشيء نتوما موقعين والناس اللي متبعين وجايين من طرفه، سيروا فيقوا شويه توقدوا، انا مازال ما عطيتكمش القاصح، ولكن هاد اللايف قبل لا مشى هضر درت طنط غنحط لي سكرين اللي كان كيجي يهضر معايا ما كنعرفوش، طلعيني العار طلعيني في اللايف عاف سوبريما كلشي كون لي صحاب راسو حمق، ديك هبل تربح ديرها عليكم، ديك السيد اخوتي كينصب على دوك الدريات اللي كيشوفوه زعما راه عنده لي زابوني واللعيبات ومبودر، صيفطي ليا عطيني ديري ليا راه رجوله ما تبيكالا راه البروتين لي نافخين وانتوما تيقين سلوكيه، ولكن جات القايده ماشي غتحطك بوجهك، راه لا في الواقع لا في الفيرتوييل غتسد كلشي، ما تلعبش في باسكو لا تي رونتري دون لا كور دي غران، جو في تيكسبليكي ان تروك، بغيتي تدابز معايا تكلاشا معايا انا بزاف عليك، علاش حيت نقتلك في الواقع وفي الفيرتوال، في الفيرتوال غنحط لهم لي بروف لي نتا سوبريميتيهم حيت سوبريميتي الكونفرساسيون ديالي انا وياك، علاش سوبريميتيها؟ كتحب راسك انا ما مسكرينيهاش؟ وينو سي مينيون سي توشون سكرينيتها، حيت زهرية وبالنسبة بالله ديك الساحة طراق ما قال لي مخي، ما كاينش كيسحب لي غنتحطو في هاد المواقع المحرجة، كون كنتي ولد الناس
ياك الله طلعت معاك لايف مؤخرا وكبرت بيك. مالك طالع اليوم منفخ علينا؟ حيت البارح ما بغيش نطلعك في اللايف درك خاطرك، وباش تعرفني انتي زوينه ما بغيش نطلعك حيت اللي طلع معايا قد حساباته مع شي واحد اخر. قلت له ماما كنت طلعت معايا حتى شي واحد، نجاك تمسك لي دوموند انت تقرصتي هب وحدك باش تعرف لي ملفز كيقفز. ودابا جاي باغي تحاسب معايا لي جون كي مي فولو. شوي شوي فريمون ديزولي حيت عرفت راسي هبطت لواحد النيفو اللي هو تري مسكان، مي سي دا لي ستوريات ما هدرتش. ولكن باش تطلع لايف تقول لي قرده بزاف عليك يا القرد اللي كيختصب اللي كيتحرش بالدريات، يا النصب والاحتيال على الدريات والبنات اللي ما فاهمينش. باقي عندك الوجه تطلع وتحل فمك دوي، كتنصب على البنات باش يخلصوا لك البروتين باش تبومبا عليهم وتطلع عليهم هنايا في الانستغرام باش دير فيها راجل. كون سبع وكلني، ولكن ما تكونش قرد وتطلع فوق راسي. دابا عطيتك القاصح ماشي القاصح ديال بصح، باقي غتزيد تحل فمك حتقول عليا ما قلتي. انا تعايقه في راسي وعارف راسي اش كنسوي، شحال من واحد جا قبل منك وما دامني حتى باش ينقص نانو. حيت الناس كيبغيوني علاش؟ حيت نيشان نيشان، سكي بلون اي بلون، سكي نوار اي نوار. بور مو tu es un hypocrite، tu es une personne qui كتموت على البز. شوف انا عليا عندي عليك دوا سامغي حين لعبتي عتي حطيتي راسك في واحد اللعيبه اللي لا في الواقع لا في الفيرتوال. دونك طلع هضر عليا، انا بغيت بالعكس اقسم بالله العلي العظيم تبغيتك طلع تهضر عليا وغتفرج يا الملولي اللي ما خليتكش ديزاكتيفي لا الانستغرام يا الانستا حرام يا في الواقع. يخليناك ترزق بهاد الانستغرام كتنصب على الدريات.